السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكون بحال جيدة. أصدقائي، سأخبركم في هذا الفيديو بثلاثة أشياء: رقم واحد في التاريخ الإسلامي، ورقم اثنين في تاريخ اللغة الإنجليزية، ورقم ثلاثة عام إسلامي. أيها الأصدقاء، يأتي هذا النوع من الفيديوهات يومياً على قناتنا. إذا كنت تريد معرفة السجل اليومي، فقم بالاشتراك في قناتنا، وإذا أعجبك الفيديو فلا تنس مشاركته مع أصدقائك. إذا كنت تريد معرفة أي شيء، يمكنك أن تسأل في التعليق. لذا دعنا نخبرك بتاريخ اليوم.